أهلا بكم في سلسلة الفيديو التعليمية على برنامج ديفينشي ريزولف عشان تتعلم كيف تحرر فيديوهاتك. قد يكون عندك البرنامج حاليا بس رجاء خلنا نفترض أن ما عندك عشان خاطر استاذتك. البرنامج تحمله من الموقع الرسمي لبلاك ماجيك، الرابط بيكون في صندوق الوصف. ديفينشي ريزولف برنامج تحرير مجاني يشتغل على كل أنظمة التشغيل ويندوز ماك لينكس. موجود أيضا نسخة الاستوديو مرفوعة إذا حاب تستعمل المزايا الإضافية اللي فيها مثل ماجيك ماسك، إزالة الضوضاء من الصوت وغيرها من المزايا، بس أشوف النسخة المجانية أكثر من كافية للمبتدئين أو اللي عندهم بعض الخبرة والمحترفين على حد سواء. نشغل البرنامج الحين. أول ما تفتح ديفينشي ريزولف راح تشوف هذه النافذة. هذه المشاريع اللي تشوفها قدامك الحين أنا كنت أشتغل عليها من قبل، بس إذا فتحته من أول مرة بتكون هذه الصفحة فاضية. بفتح الحين مشروع جديد عشان تتابع معاي خطوة بخطوة في هذا الدرس. تقدر تفتح مشروعك الجديد من هنا أو مشروع جديد وتسمي مشروعك، راح نسميه تجربة. راح يفتح إيانا افتراضي على صفحة الكات. بتشوف تحت هنا عدة أيقونات لقوائم، هذه القوائم تسمى صفحات. خلنا نبدي بالترتيب من صفحة الميديا. من هنا تتعامل مع كل مصادر الميديا اللي عندك إذا كان عندك أكثر من هارد درايف على الكمبيوتر أو هارد ديسك خارجي. كاميرات بتحصلهم في أعلى اليسار هنا عندك، ترتبهم بالشكل اللي يناسبك. الصفحة التالية الكت. نرجع لصفحة الكت عندنا. هذه الصفحة مناسبة للمبتدئين أو الطلاب بحيث أنهم ما يحتاجوا يضيفوا حركات أو أصوات معقدة مثل المستخدمة في البرامج التلفزيونية أو قنوات اليوتيوب الترفيهية المشهورة. الصفحة التالية صفحة الإدت. هنا بيكون معظم شغلنا ووقتنا على هذه الصفحة. بضيف شوية فيديوهات عندي، وأنت أيضا تقدر تحط شوية فيديوهات إذا كنت تريد تطبق معي عشان ترسخ المعلومة في ذهنك. شوف هنا أول ما أضفت ملفات الفيديو يطلع قدامنا هذه الرسالة: هل تبغى تغير الفريم ريت للمشروع هذا؟ اللي يسألك هو هل تبغى تغير فريم ريت التايم لاين وتخليه نفس فريم ريت الفيديو اللي أضفته في الميديا بول هنا؟ تقدر تضغط لا تغير، راح أشرح لكم بعدين. في كذا طريقة عشان نضيف الملفات في الميديا بول هنا، منها أنك تسحب الملفات من الملف الموجود على الكمبيوترك مثل ما سويت الآن وتفلتهم في الميديا بول. خيار ثاني أنك تروح من فايل أو ملف وتنزل على خيار Import Media، أو بشكل سريع اختصار الكيبورد Control I. بعد ما أضفت كل الملفات اللي تحتاجها عشان تبدأ في مشروعك، تقدر تسحب الملف الآن وتفلته في التايم لاين. عندك هنا في اليمين قائمة الانسبكتر، تقدر تسوي تعديلات اللازمة في الفيديو أو الصورة الموجودة في التايم لاين. عندك هنا تقدر تسوي تكبير أو تصغير إلى الصورة أو مقطع الفيديو، تحركه يمين أو يسار، تحركه بشكل كأنك تطلع عليه من جنب. بس ما راح نتعمق أكثر في هذه التفاصيل في هذا الدرس، هذه التفاصيل بنشوفها في الدروس الجاية. الصفحة التالية الفيوجن. صفحة الفيوجن هي المحرك السحري لدافينشي ريزولف. تضبط فيها كل ما يخطر على بالك، تضيف مقاطع الخلفيات الخضراء، تضيف مؤثرات صوتية وصورية وماسكات على المقطع اللي تشتغل عليه، وهي أيضا أداة تركيب مصممة عشان تنشئ تأثيرات بصرية ومعقدة ورسوم متحركة ضمن واجهة تعتمد على أنواع مختلفة من العقد. شكل الصفحة يخوف أعرف، لكن اللي تحتاج تستخدمه في الوقت الحالي عدد قليل من الأوامر من هنا. الصفحة التالية صفحة الألوان. بتشوف في تحت هنا عدة دوائر أو عجلات للألوان، من خلالها تقدر تتحكم بسطوع الألوان. إذا رفعنا الساتوريشن أكثر هنا راح تشوف كأنك لونت الصورة أكثر من اللزوم، وإذا نزلت الساتوريشن كأنك مسحت الألوان وخليتها أبيض وأسود. تغيرها إلى لون معين من أحد الألوان من هنا أو من هنا. نجرب سوي تجارب عندك. وأشياء أكثر من مجرد أنك تتحكم بالألوان. الصفحة التالية صفحة الفير لايت أو صفحة الصوتيات. من هنا تقدر تسوي تعديلات وتحسينات
إلى الصوت، إلى صوت مقطع الفيديو اللي قاعد تشتغل عليه. إذا كنت تريد تزيل الضوضاء أو التشويش اللي قد يصير أثناء تشغيلك لفيديو معين، أو حاب تضيف مؤثرات صوتية لتعزيز المقطع، ترفع وتنزل مستوى الصوت بناء على نوع المشروع اللي تشتغل عليه. في ميزة تفردوا بها فريق بلاك ماجيك، أنا مو أول واحدة كنت أتكلم عنها، العديد من محررين الفيديو وأصحاب قنوات يوتيوب تكلموا عنها أيضا من قبل، وهو إمكانية التنقل بين الصفحات بسلاسة أكثر من برامج الأدوبي. صفحة الديليفر أو التصدير، بعد ما تخلص تحرير الفيديو حقك تقصقصه وتحط عليه مؤثرات ونصوص وحركات، تقدر تصدره أو ترفعه على كمبيوترك من هذه الصفحة. هنا تشوف عندك إعدادات جاهزة، تنزل تحت إذا حاب تعدل شوية في صيغة وحجم الفيديو، تقدر تسحب على اليمين شوي عشان تشوف بقية الإعدادات الجاهزة الموفرة لك، وبعد ما تخلص تضغط Add to Render، تضيفه في الملف عندك في الكمبيوتر، إضافة إلى صف الرندر هنا، وتضغط Render All. تذكر رسالة التنبيه أول ما بدأنا نضيف ملفات الفيديو، هل تبغى تغير أو ما تبغى تغير؟ المشروع عندنا بشكل افتراضي حاط فريم ريت معين، خلنا نقول مثلا 30، بينما الفريم ريت إلا في التسجيل أو الفيديو اللي أضفته في المشروع أعلى، خلنا نقول 60 مثلا. إذا اخترت تغيير بيصير فريم ريت المشروع 60، بس إذا اخترت لا تغير يظل الفريم ريت المشروع 30. وياي لحد الحين؟ فإذا سويت تغيير لفريم ريت بكل بساطة بيصير حجم الفيديو المصدر عندك أكبر. معلومة سريعة، إذا كنت تريد تتأكد وش الفريم ريت للفيديو الموجود عندك، تقدر تنقر عليه وتروح هنا في الميتا داتا، أمل أنك كنت مركز معاي خلال درسنا، لأن راح نتعمق في تفاصيل أكثر في دروسنا الجاية. إذا عجبك الدرس دوس على زر الإعجاب عشان أعرف أن عجبك الشرح، وإذا عندك أسئلة أو في شيء ما فهمته خلال درسنا هذا بإمكانك تكتبه في التعليقات وراح أرد عليه بالشرح المناسب لك. انتهى الدرس.